الله يبارك فيك. يعني الف شكر ومبروك لجمهور النادي الاهلي اللي كان منور الملعب النهارده، ومبروك للعيبه ومبروك للجهاز الفني. بطوله يعني على الورق ما تعتبرش بطوله زي الدوري والكاس، بس هي لما يبقى قصاد نادي الزمالك اعتقد بيبقى ليها طعم تاني، فبطوله مهمه معنويا تدينا دفعه كويسه لبطوله الدوري باذن الله. يعني قول لي هدفين في الشوط الاول، كان الاهلي كفيل انه يخلص المباراه في الشوط الاول بعدد وفير من الاهداف؟ شوف، هو سير المباراه يعني مشي الى حد ما لحد بدايه الشوط الثاني في مصلحتنا. وارد انه يحصل في كورنر، ممكن يحصل اخطاء وممكن يحصل نتيجه تتغير، بس الحمد لله ان احنا قدرنا نتعامل مع التغيير ده، وقدرنا ان احنا نخرج المباراه اللي بره الامان، وفي النهايه نفوز، عشان في الاخر هي مباراه كاس يعني، فلازم حد هيخسر وحد هيكسب. توقعاتك الفوز الكبير ده على نادي الزمالك النهارده؟ لا شوف، احنا يعني احنا بنشتغل عشان نحقق الهدف. الفوز يجي ازاي، بكام جون، الكلام ده كله مش ده اللي يهمنا، قد ما احنا نخرج من الماتش اللي احنا عايزينه يعني. جميله من حراس النادي الاهلي، ما يفرقش مين اللي يقف في الجون، ولكن يفرق ان احنا نحصل على بطولات. طبعا اكيد طبعا، الروح دي مش بس مش من النهارده، الروح دي بقى لها فتره طويله، والحمد لله اعتقد كلنا اللي بيلعب ده واجهه لينا، وكلنا لازم نسانده.